الأواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، البشريات بتتوالى يا جماعة، البشريات بفضل الله نازلة على أمة محمد ورا بعضها، بشرى عظيمة جدا جاي لكم بها الليلة، أبشركم بيها وأفرح أمة محمد كلها بيها، إن الأهل انتصر على الزمالك الليلة 1-0، ألف مبروك للأهلوية، ألف مبروك لل 80,000 مسلم اللي وقفوا يهتفوا في استاد القاهرة، شكلهم لا صلوا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء عشان المباراة الموعودة، ألف مبروك لاتحاد الكورة، ألف مبروك للاعيبي الأهلي والزمالك، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. دي الرسالة اللي احنا بادئين بيها الوقت. غزة 2009، واحنا الوقت 2009، غزة احوالها ايه؟ احوالها البيت اللي اكتشفوا فيه، البيت اللي اتقصف ومحدش عارف ينجده من الاسعاف او لجان الاغاثة في غزة، لان القصف قاعد مستمر حواليه، واخيرا لما عرفوا انهم يدخلوا فوجئوا ان الكبار اللي في البيت كلهم اتقتلوا، الكبار اتقتلوا، واللي ما اتقتلوش فضلوا ينزفوا لغاية ما ماتوا، ولم يظل في البيت غير اطفال صغار يمكن ما بيعرفوش يتكلموا، فضلوا شافوا اهلهم وهم بيتقتلوا وبيموتوا وبينزفوا قدامهم وجثثهم بتتعفن قدامهم وجعانين ومعهمش اي امداد من الطعام، ولما فتحوا البيوت لقوا الاطفال بتدور على اكل وشافت كل المناظر المرعبه دي قدامها. غزه 2009، خمس اسر ساكنين في بيت واحد يتقصفوا، الخمس اسر يموتوا، اللي يفضل منهم اطفال من ضمن الاسر، بيوتهم راحت، اموالهم راحت، كل حاجه راحت، اهاليهم امهم ابوهم اصبحوا يتامى في لحظات. مين للناس دي يا جماعه؟ غزه 2009، القاهره 2009 في هذه الليله احوالها ايه؟ الرياض 2009، الدوحه 2009، وغزه 2009 اخبارها ايه؟ لوحدهم مجاهد الارض المقدسه واقفين يدافعوا عن حرماتنا، لوحدهم مجاهد الارض المقدسه بيحاولوا بالملاليم اللي في ايديهم ان هم ينصروا الاسلام والمسلمين. موضوع درس الليله في غايه الخطوره، موضوع درس الليله من غير ما تطبقيه وتطبقه انت لا انت فارس من فرسان الاقصى ولا انت منتمي لهذا الدين انتماء حقيقي، ولا فلسطين هتتحرر ولا الدين ده هينتصر ولا بغداد هتتحرر. موضوع درس الليله مش التبرع بالمال، الجهاد بالمال. التبرع بالمال ان انا اطلع 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه، الجهاد بالمال ان انا اجهد نفسي، اجهد جيبي، اجهد رصيدي في البنك، اجهد علبه المجوهرات بتاعت مرات الاثرياء اللي متعانى في الدواليب بتاعتهم. الجهاد بالمال يا جماعه، بدون ما ننفق من مالنا فلسطين مش هتتحرر. غزه 2009، اب عنده 60 سنه وام عدت او مقربه من ال 60 سنه، وابنهم الشاب الوحيد الراجل اللي كان بيصرف على العيله وعلى التسع اخوات بتوعه يتقتل في القصف اثناء القصف، وتصبح العائله بلا عائل، مين هيصرف عليهم؟ غزه 2009، مجاهدي الارض المقدسه بيحاولوا انهم يحاربوا اليهود بالاسلحه البدائيه اللي في ايديهم، والاسلحه بتنفذ، والبنتاجون لسه مدن اليهود بالاف الاطنان من الاسلحه. غزه 2009، ما هز سلاح تقاتل بيه، ما عندهمش اكل، ما عندهمش شرب. دول لو ولادك، ده لو ابنك، لو ابنك الوقت اللي في المستشفى، مستشفى الشفاء اللي في غزه ده ايه؟ راح عشان يحارب في غزه، راح بطنه اتفتحت في القصر، لا في مخدر ياخده وهو بيتخيط، ولا في الات جراحيه عشان يتعمل له بيها، ولا في خيوط جراحيه يتخيط له بيها، ولا في مضادات حيويه عشان لو حصل صديد والتهاب مكان الجرح. لو ابنك ده، الاطفال المولودين اللي ما عادش فيه لبن اطفال في غزه دلوقتي، هيرضعوا ازاي اللي بيرضعوا صناعي؟ 47 مخبز في غزة قفلوا كلهم ما عدا اربع مخابز، هياكلوا منين؟ الناس بتستغيث لما بيتصل بيهم في التليفونات عشان نطمئن على اخواننا، الناس بتستغيث، ما عادش عندهم اكل، مين اللي هينفق ماله في سبيل الله؟ ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. احنا مهددين بالاستبدال يا جماعه، مهددين بالاستبدال زي جيل الارض المقدسه اللي موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وما رضوش، ربنا قال فانها محرمه عليهم 40 سنه، مهددين بالاستبدال لو ما صرفناش من اموالنا. احنا بننفق في ايه والغرب بينفق في ايه؟ اموالنا، السار العربي، اموال الاثرياء، السار العربي اللي جاب القطه بتاعته عمل لها فرح بكذا مليون، اخواننا في غزه بينفقوا في ايه؟
لو ما انفقناش عليهم هنخسر ايه؟ حجم المخدرات اللي في بلدنا دلوقتي 14 مليار جنيه، ب 14 مليار جنيه في مخدرات دلوقتي، دخلت ازاي؟ وبتدمر شباب المسلمين، ليه والمصلحة مين يا جماعة؟ غزة أيام احتلال الشام في القرن اللي فات، أحد الدعاة قام وبدأ يلم من الناس فلوس وأكل عشان ينصر المجاهدين زي دلوقتي بالظبط، أصل اللي بيحصل دلوقتي في غزة تمرين مشهور، حصل في الأمة بقالنا 200 سنة، التمرين ده بيحصل على طول، راح لأحد التجار بيلم منه فلوس قال له وانا مالي زي الكلمه اللي على لسان الناس دلوقتي وانا مالي، بيقول راح احد معسكرات اللاجئين عشان يوزع عليهم اكل، بعد فتره بسيطه لقى واحد بيهرب منه بيبص عليه لقى التاجر اللي ما كانش راضي يطلع اي فلوس، قال له يا ريتني طلعت مالي كله لله، الاستعمار جه صادر كل المال بتاعي، ادي اموال الاغنياء يا جماعه، ادي اموال الاغنياء بتاعتنا رايحه لفين؟ انما اموال الغرب التنصير 181 مليار دولار مصروفين في سنه واحده على تنصير المسلمين، التنصير الاستعمار، امريكا صرفت لغايه دلوقتي 3 تريليون دولار على افغانستان والعراق، 3000 مليار دولار على افغانستان والعراق، اموالهم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بينفقهم، الشركات اليهوديه بتستقطع منها دلوقتي من اجل الحرب على غزه، انت ما بتصرفيش ليه؟ انت ما بتصرفش ليه؟ غزه 2009 الوقت النهارده الليله بتستغيث بينا، لو ده ابنك اللي في غزه دلوقتي، ابنك اللي في المستشفى دلوقتي ومش لاقي علاج، بنتك اللي في غزه دلوقتي ومش لاقي اكل، ابنك اللي بيرضع في غزه دلوقتي ومش لاقي لبن اطفال، اخوك اللي في غزه دلوقتي ومحتاج دم والناس مستعده تبرع بالدم، بس مفيش اكياس يتنقل فيها الدم، هتعمل ايه؟ محدش يقول لي وانا ودي تبرعات فين؟ الدنيا كلها بتودي دلوقتي، الجهات الرسميه دلوقتي كلها بتودي، هو ده لو ابنك احتاج نقل دم بالليل مش هتلف على كل المستشفيات، لو احتاج دواء مش هتلف على كل الاجزخانات، لو احتاج اكل مش هتلف على كل المخابز، لو ده ابنك 47 مخبز، لفيت عليهم مخبز ما لقيتش عيش، زي الست الفلسطينيه اللي وقفت من الصبح 7 الصبح لغايه ما النبطشيه بتاعت الخبز كلها خلصت وما لقتش خبز لاولادها، هنصرف امتى يا جماعه؟ ان الله اشترى من المؤمنين منكم انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، من غير مالك العقد ناقص، من غير مالك شروط دخول الجنه ناقصه، الذهب اللي في ايديك ده بتعملي بيه ايه؟ دولاب الذهب اللي عندك علبه الذهب بتعملي بيه ايه؟ ذهب اولادك اللي لسه رضع الحلقان والغواش بتاعتهم لما يكبروا بتعملوا بيها ايه؟ رصيد البنك بتاعك بتعمل بيها ايه؟ احنا دلوقتي في امتحان يا جماعه. دلوقتي اثرياء العرب اللي بيخلوا باموالهم على الامه 2.5 تريليون دولار بنوك اوروبا خدتها من اثرياء العرب، ليه يعني 2.5 يعني 2500 مليار مليار، طب ليه خدتهم ازاي؟ قالوا لهم خلاص الازمه الاقتصاديه ما عادش عندنا فلوس، معناش اعملوا اللي انتوا عايزينه، طب باقي عندنا تريليون دولار هتقول لنا ان شاء الله حين ما يسرا نقصهم لكم، تستاهلوا تستاهلوا والله العظيم يا جماعه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، ربنا اشترى مالك وانت لسه ما نفعتش، خايف عليك من اول ليله في القبر هتعمل فيها ايه؟ خايف عليكي لما ربنا يسالك وانت تحت التراب هتقولي ايه؟ خايف عليك ساعه العبور من على الصراط انك تذل لانك خذلت اخوانك، خايف عليكي لما يتوزن اعمالك هتلاقي ايه تحطيه في كفه الحسنات لو انت خذلت اخوانك، خايف على كل مسلم خذل اخوانه يوم ما يقابل ربنا يوم القيامه، ربنا يقول له عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يا رب انا اطعمك ازاي؟ اخوانك في غزه استطعموك ما طعمتهمش ليه؟ استسقيتك فلم تسقني، يا رب اسقيك ازاي؟ اخوانك في غزه كانوا عطاشه واستسقوكي ما سقيتهمش ليه؟ يا جماعه ده لو العتاب ده صدر لناس بعد ما دخلت الجنه قلبها يتخلع، امال لو صدر لناس بتتعذب في النار، لو العتاب ده صدر لنا واحنا في الدنيا من الله قلوبنا هتتفرم من الحسره، امال لو صدر لنا واحنا يوم الحساب ما عادش في رجوع عشان نصلح هنعمل ايه؟ لو النداء ده اول صدر لنا من اخواننا في غزه قالوا لنا حرام عليكم سبتونا ليه؟ وشوشنا هتحمر من الخجل، امال لو صدر من رب البشر اللي خلقنا وخلقهم، ربنا يوم القيامه هيقول لك انا فتحت لك ابواب الجنه ما رضيتش تدخل ليه؟ ما رضيتيش تدخلي ليه؟ ابن مسعود بيقول يحشر الناس يوم القيامة أظمأ ما كانوا قط، حلقك هيتقطع من العطش يوميها، أنصب ما كانوا قط،
أعرى ما كانوا قط. طب ونعمل ايه يا رب عشان نخلص؟ نعمل ايه؟ اسمع بقى، فمن سقى لله سقاه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن كسى لله كساه الله. هي دي الصفقة يا جماعة. هنعمل ايه يا جماعة؟ احنا في دين واحدة دخلت جهنم بسبب انها عزمت قطة في الطعام والشراب. احنا بنعزم اخواننا، مش عايزين نمدلهم يد المساعدة الحقيقية من اموالنا، من صلب اموالنا، من رأس مالنا، مش عايزين نسدلهم المساعدة، نمدلهم ايد المساعدة الحقيقية. الناس هناك بتستغيث من اجل الطعام والشراب. في رقبة مين؟ في رقبة مين الجوعانين اللي هناك؟ في رقبة مين الظروف الانسانية الرهيبة اللي هناك؟ ده احنا بننتمي لدين بغي دخلت الجنة عشان كلب ساته. واحنا اخلاقنا يا جماعة، ده لسه كلب دخل الجنة، رجل وامرأة بغي لسه كلب دخل الجنة، امال اللي يسقي اخوانه يروح فين ويعمل ايه؟ احنا لازم اللي نعمل حاجة، لازم كل حاجة فينا، كل واحد فينا يعمل حاجة. ما حد، انا بتفرج عليه الوقت، اب وام واولاد واطفال واحفاد، كل واحد يعمل حاجة. الطفلة الصغيرة تقوم دهبها الصغير ده تطلع له فلسطين، انت تقوم حتة بحتتين ثلاثة اربعة من ذهبك تطلعهم لفلسطين. انت ما سمعتيش قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. مش يتحمى عليها في نار الدنيا، لا لا لا، ده نار تانية خالص، مقاييس تانية، مش ده ذهبك اللي انت عنتيه. يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في صحيح البخاري يتمثل مال، في صحيح البخاري يتمثل مال العبد شجاعا أقرع له زبيبتان، شجاع اللي هو التعبان اللي ممكن يحارب فارس وهو على الفرس بتاعه من قوته واقدامه اقرع، قال لك ان الشعر والجلد بتاع راسه وقع من كتر السم اللي في جسمه. له زبيبتان، قال لك يا زبيبتين السود اللي بين عينيه، يا اما نبين هنا هو بيغرسهم في اللي مرضاش يطلع هذا المال، يا اما السم بيسيل من على جانبي فمه. له زبيبتان فيأخذ بالهزمتين، الهزمتين اللي هي حتة الرقبة ده يا جماعة، اللي هي ده شفتوا أسد لما بيفترس غزالة يقوم ياخد بالهزمتين الأول، ياخدها من رقبتها ينوت الأول كده، أو يأخذ بالهزمتين يقوم مفترسه من رقبته ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا فلوسك، أنا فلوسك اللي بخلت بيها عن إخوانك، أنا كنوزك اللي بخلت بيها عن إخوانك، أنا المال اللي انتوا بخلتوا بيها عن إخوانكم في الدين، وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إخواننا مجاهدي الأرض المقدسة، إخواننا في غزة أصمت شعب في العالم، أكتر شعب صمت في العالم، ولم يرى صمود في مثل هذا، صمود هذا الشعب من أجل قضية الدين وقضية الإسلام. الدم اللي بيسيل ده ممكن يقوموا يسروا على إخواننا المجاهدين هناك، ممكن يقوموا يتشكلوا، ممكن يقوموا يطردوهم، ممكن يستغيثوا بالعالم. ما سمعناش واحد منهم استغاث، واحد منهم اعترض، واحد منهم اتكلم وبيتقتلوا بس عشان الإسلام. شعب عارف قيمة الإسلام وقيمة الدين يا جماعة. يا إخواني في الله، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه عشان دين ربنا سبحانه وتعالى؟ الغرب بينفق أمواله كلها في حرب الدين، واحنا بننفق اموالنا في ايه؟ في المخدرات وفساتين السواريه والميك اب واللهو والملاهي والملاهي لاند بانواعها والفضائيات واقامه الفضائيات وحفلات الدي جي والحفلات والفرق الموسيقيه وحفلات المطربين وتذاكرها واشتراكات النوادي الغاليه، ارقى النوادي في القاهره واسكندريه وبقى في محافظات مصر. احنا بننفق اموالنا في ايه يا جماعه؟ اموالنا طالعه في ايه؟ اخواننا بيستغيثوا ومحتاجين اموالنا. لازم كل واحد فينا يعمل حاجه، لازم تعملي حاجه. تقولي موريش اعمل ايه؟ اوعى تقولي اودي فين؟ عندك 1000 لجنه ولجنه بتلم الوقت، وفي الوقت حد ما بيوصلش من الجهات الرسميه، قدامنا الوقت 1000 طريق. ما تقوليش اعمل ايه؟ ده لو ابنك مش هتقولي اعمل ايه يا جماعه. الانصار او المهاجرين نقويهم يا اخي، ننفق عليهم يا اخي. المهاجرين راحوا للانصار معهمش مال ولا معهم اي حاجه، ناس سايبه بلده ورايحه بلد ثانيه معهاش اي حاجه، قالوا لهم خدوا نص دمنا ونص مالنا ونص اراضينا ونص نخلنا ونص ثرواتنا اللي طول عمرنا بنحصلها. اوهم قدامنا فرصه ان احنا نبقى الانصار، قدامنا فرصه ان احنا نكرر تجربه الانصار، قدامنا فرصه ان احنا نعرف الدنيا كلها الدين ده فيه مؤاخاه قد ايه، قدامك فرصه انك انت تنصر اخوك. هنعمل ايه يا جماعه؟ ده ربنا ذكر في القران 8 مرات النفس والمال، انفسهم واموالهم 8 مرات، 7 مرات منها جاب المال قبل النفس،
وجاهدوا باموالهم وانفسهم على مره واحده بس، مره واحده في اخر سوره التوبه، 7 مرات. النفس قبل المال ليه؟ المال قبل النفس ليه؟ لان المال غالي قوي، ممكن واحد يهين نفسه عشان الفلوس، ممكن واحد يبقى عنده قلب وسكر وضغط وذبحه وينزل يشتغل عشان الفلوس، ممكن واحد يتغرب ويسيب اولاده اللي بيحبهم بكل ذره في قلبه عشان الفلوس، ممكن عشان الفلوس، ولكن ما يضحي سبحان. يعني الفلوس غاليه، ربنا بيقول لك انا ولا الفلوس، الاسلام ولا الفلوس. ربنا وضعك في امتحان اهو، لو كان الامتحان سهل كان المؤمن والمنافق زعم منهم مؤمنين، انما الامتحان صعب هتقدر تطلع من مالك؟ هتقدر تطلع من مالك؟ سؤال من الاسئله الكبيره في ورقه امتحان الاخره يا جماعه، مالك هتطلع منه ولا لا؟ ابو الدحداح الرسول واقف على تربته وهو بيدفن والرسول بيقول كم من عتق رباح لابي الدحداح في الجنه، ده له شجر كتير في الجنه مش عايزه يتقال عليكي، كم من عتق رباح لك في الجنه. لما صهيب الرومي طلع ماله كله لله، سابوا للمشركين عشان يسيبوا الروح الرسول، الرسول قال له ربح البيع ابا يحيى، مش عايز النبي على الحوض يقول لك ربح البيع، مش عايز النبي يقول لك ربح البيع. سيدنا عثمان بن عفان لما جهز 300 واحد في جيش العسره، النبي قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لو طلعت نص مالك لغزه ما ضرك ما فعلت بعد اليوم، مش عايز ربنا يقول ما ضرك ما فعلت بعد اليوم. يوم جيش العسره لما عمر الخطاب جاب نص ماله، ابو بكر جاب ماله كله، كل الصحابه جايبين اموال على اموال، احد الصحابه معهوش معدم، راح اشتغل طول الليل ينزح ميه من الابار عشان يجيب كبش التمر يتصدق بيه. واحنا يا جماعه لو كان النبي حي بين ايدينا دلوقتي وشاف القتله بتوع غزه كان سكت؟ لو كان الصحابه موجودين دلوقتي اللي فضلوا طول الليل سهرانين يوم تبوك يشتغلوا عشان يجيبوا شويه تمر يتبرعوا بيهم، كان عملوا ايه يا جماعه؟ ده دي غزه مش تبوك، ده دي الارض المقدسه مش تبوك، ده دي ارض بيتقتل فيها الوف مش اتنين اتقتلوا في تبوك، ده دي ارض فيها مقدساتنا مش تبوك اللي ما فيش فيها مقدسات. هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل ايه؟ هنقف جنب دين ازاي؟ انا خايف عليك والله يا حبيبي يا ابي يا امي، عايزين الفلوس لمين؟ لاولادكم، اولادكم لو انتوا يعني ربنا توفقوا ما حدش هيطلع حاجه والله العظيم يا جماعه. انا ياما دخلت في حاجات من دي، ياما اول ما الاب يموت والام تموت احنا عايزين ان شاء الله نطلع مش عارف كام ايه وكم فدان وكم الف وكم ايه، وعايزين الشيخ فلان عشان يشهد سبحان الله، ونقول هنبني جوامع وهنعمل ده. الناس ما شاء الله على البر، اسبوع واحد الجامع يبقى حته ارض وحد يبنيها، اسبوع تاني حتة الارض تبقى ندفع 50,000 وحد يكمل 3 اسابيع، عايزين نعمل كل دير قدام اي بتاعت مية وبعد شهرين يترمى ومحدش يتابعه. انت بتبخل بنفسك عن فلوسك وعايز غيرك يطلعها لك بعد ما انت تموت؟ طلع، عين فلوسك ليه؟ عين فلوسك لمين؟ محدش هيفتكرك، عين فلوسك لمين؟ وتيجي بعد ما تموت تقول يا ريت. يا ريت ايه؟ اذا كنت انت بخلت بقى عن نفسك عايز غيرك يكون يجود بها عليك؟ الحقوا نفسكم يا جماعه، الحقوا نفسكم يا جماعه. ربنا بيقول وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هتودي نفسك في داهيه لو ما طلعتش من ملك لغزه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله الغني وانتم الفقراء لو ما رفضوش تدفعوا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. عايزه تستبدلي؟ عايزه تستبدلي من الالتزام خالص؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد بسند صحيح، ما من ذهب او فضه يوكى علي يتقفل عليه كده بالفلوس الا كان جمرا على صاحبه حتى ينفقه في سبيل الله. يا جماعه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه 700 ضعف. الرجل اللي طلع ناقه بالحبل بتاعها الرسول قال له ليك 700 ناقه 700 ناقه بالحبل بتاعها يوم القيامه. يا جماعه على الثواب الرهيب ده. المراه ذات الشكال لما ما لقتش حاجه تطلعها بعد ما جوزها اتقتل في جهاد الصليبيين واخواتها طلعت ابنها وقصت ضفرتها وادتها لواحد من المجاهدين قالت له اعملها الجمل فرسك في سبيل الله، انت هتطلعي؟ وطلعت ابنها قالت يا رب اقبل هديتي يلحق باخواله وبابوه ويبقى ذخر ليا في الجنه يا رب، وربنا قبل هديتها. هتطلعي هديه ربنا ايه؟ هتطلعي هديه لدينك ايه؟ هتعملي ايه عشان دينك وعشان رسالتك؟ صدقتك دي هتخلي ربنا، انت ما تعرفش صدقتك دي لاخوانك هتخلي ملائكه السماء تدعي لك اللهم اعط منفقا خلفا يخلف عليك. صدقتك دي هتشفي الامراض اللي في بدنك، دو مرضاكم بالصدقه. صدقتك لاخوانك في فلسطين، صدقتك دي هتقيك من غضب ربنا بسبب ذنوبك في الدنيا، مش هتنزل عليك عقوبه ذنوب. صدقه
تستر تطفئ غضب الرب. صدقتك يوم القيامة تيجي تضللك من الشمس الرهيبة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. صدقتك الرجل اللي كان، الرجل اللي لما ربنا قال اسق حديقة فلان، السحابة مشت وسقط حديقة واحد. ايه ده يا رب، ده الرجل ده عشان يجيب كمية المية دي كانت طلعت روحه، كانت تطلع روحه. انت يا رب يسرت له رزقه كده ليه؟ لانه كان بيتصدق بثلث ماله. يعني لو طلعت ثلث مالك ربنا اللي يرتب لك رزقك، ربنا اللي يرتب لك رزقك. رزقك يبقى بالكرامات، تبقى ماشي بالكرامات في الحياة. لو انتوا تصدقتوا على اخوانكم رزقكم اللي هيترتب بكرامات من الله. عقوبة ذنوبكم هتتقفوا منها في الدنيا، في الاخرة. تصدقنا معشر النساء فاني رأيتكن اكثر اهل النار حجاب لك من النار، حجاب من الشمس يوم القيامة. الملائكة بتاعت السماوات بتدعي لك، ملائكة الجنة بتنادي عليك في الحديث الصحيح في مسلم. كل خزن الباب في الجنة ينادوا عليك، اي فلان او اي فل هلم. ملائكة بتحبك، ملائكة خزنة الجنة بتحبك، ربنا بيحبك. امراضك مشفية، كل ده صفقة. بمالك تقدر تاخد مواقع في الجنة، بمالك تقدر تقي نفسك من عذاب رهيب في القبر مش هيقوك منه غير مالك، بمالك تقدر تعدي من على الصراط من زلات مش هيعديك من عليها غير مالك. يا جماعة الموضوع كبير، الموضوع كبير، وانا ما قلتش عارف اقول ايه والله يا جماعة. مش عارف اقول ايه. ابو بكر خرج من المنبر 4 مرات. فين الصديق يا هذه الامة؟ فين الاثرياء الصدقين؟ مش الاثرياء القارونيين اللي بيكنزوا المال وخلاص. فين يا جماعة؟ فين اللي شايلين هم الدين وهم الامة؟ فين اللي هيتبرعوا عشان دينهم وعشان اخوانهم في غزة؟ انا يعني خلاص هقول ايه، بس لازم الليلة كل واحد يعمل فينا حاجة. لازم تعمل حاجة، لازم تعمل حاجة. لموا فلوس يا جماعة. عندك مرض طلعي صدقة عشان اخوانك في غزة، وربنا ان شاء الله يشفيك المرض. اعمل يوم في الاسبوع، اعمل حصلة في بيتك لفلسطين، انت والاطفال ومراتك تحوش باب استمرار لفلسطين. اعمل يوم في الاسبوع اكلك انت ومراتك يبقى اكل ذاهب، مقابل ان الفلوس دي تروح لفلسطين وتبقى الامة كلها بهذا المنظر. يا جماعة عايزين نتبرع لهم بكل ما نستطيع. نقابة الاطباء عاملة شغل خطير ما شاء الله، الجنائد غاسة، الجمعيات الشرعية عاملة شغل رائع ربنا يبارك فيهم، انصار السنة كل فروع انصار السنة بادئين بقالهم اسبوع شغل جميل ربنا يبارك فيهم. النقابة العام، نقابة الاطباء العرب عاملة شغل في غاية الروعة. وانا يعني لعل حتى اتصلت باخواننا في نقابة اتحاد الاطباء العرب وقلت لهم انا نفسي يعني نفسي حتى اشوف اروح هناك، اشوف ابقى من الارض المقدسة رمية بحجر ان ربنا ييسر. يعني اخواننا ما اعترضوش، يعني ربنا يبارك فيهم. عاملين اخواننا في اتحاد الاطباء العرب مشروع التبرع بالدم، هيفضل لغاية الاربع مستمر. قلت لكم الرقم بتاعهم يا جماعة 0176 8 76 5، 0176 8 76 5. خلاص قلت لكم الرقم بتاعهم. تبرع بالدم، التبرع بالاموال اللي بيجيبوا البطاطين ام 10 جنيه دي ولا تمموا الخبيثه منه تنفقون، طلعوا لله، طلعوا من البطاطين اللي بتضغطوا بقى في بيتكم. اتقوا الله يا جماعه. اخواننا في مستشفى احد المستشفيات 120 جريح من غزه بيقولوا عايزين بطاطين في المستشفى، بطاطين. نتبرع يا جماعه، نتبرع باموالنا وبطاطيننا. لازم الليله تقوم تعملي حاجه، قوم لم فلوس، قوم اتصل بالجهه وقول لهم انا بكره ان شاء الله هجيب لكم. ما تتاخرش، اوعي تتاخري، اوعي تدوا فرصه للشيطان ان هو يرجع تاني ولا يضحك عليكي ولا ينيمك تاني. قوموا يا جماعة. ابو الدحدح لما طلع 600 دخلة ابو الدحدح مات، والنخل اتاكل وراح، والارض راحت، والناس ماتت، وفضل العفق الرضاح لي في الجنة. هتروح فلسطين وانت هتموت، وابولك هتروح، وورثتك هيموت، والايام هتعدي، ومش هيفضل غير اللي انت طلعته لله. كمثل حبة انبتت 7 سنابل. الحمد لله ان احنا لسه احياء، الحمد لله ان احنا لسه عايشين ونقدر ننفذ الصفقات دي، الحمد لله ان احنا لسه بايدينا نجاهد ونطلع. لازم نجهد انفسنا الليله في المال، لازم نجهد انفسنا الليله في التبرع. خلاص يا اخواني، خلاص يا اختي، خلاص يا حبيبتي الصغننه، خلاص يا حبيب قلبي، خلاص يا ابي، يا اخواني في الله لازم نقف موقف راجل. نروح نزورهم في المستشفيات، مستشفى المعادي، مستشفى معهد ناصر، مستشفى البنك الاهلي عند كارفور، مستشفى العريش المركزي، جميع المستشفيات اللي راحوا فيها نتتبعهم ونزورهم ونتبرع عليهم. دول ناس خسروا كل حاجة. نروح الجهات الرسمية نتبرع عليهم، نتبرع بدمنا. مرة تانية الرقم 0176 8 76 5. نسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله انه يتقبل هذه الكلمات، وان احنا نتحرك يا جماعة، ان احنا نتحرك يا اخواني،
ان احنا نطلع من دمنا ونديهم، نطلع من مالنا ونديهم، نتحرك بقى نبرهن لله الصدقة برهان، برهان انك حزينة، بلاش الدموع اللي في كل مكالمات الرجالة والستات للشيوخ، عايزين شغل عملي، طلع من مالك، نبطل بخل يا جماعة. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. انا مش عارف اقول ايه، نفسي اقول كلام كتير، نفسي اقول كلام كتير، ولكن احنا وقتنا خلاص، احنا كده يعني وقتنا خلص يا جماعة. بنرفع ايدينا لربنا، بنسأل ربنا، اللهم احي هذه الامة، اللهم احي هذه الامة من سباتها، اللهم احي هذه الامة من مواتها، اللهم ايقظ شبابها، اللهم ايقظ فتياتها، اللهم اهدهم الى صراطك المستقيم، اللهم ايقظ رجالها ونساءها واطفالها وشبابها وفتياتها يا رب، اللهم ايقظها حكاما ومحكومين يا رب، اللهم ايقظها حكاما ومحكومين يا رب، اللهم ايقظها حكاما ومحكومين يا رب، ابتعش فيها عبادا عبادا جندا من جنودك يحيون الايمان في قلوب الامة يا رب، انصر اخواننا في غزة يا رب، انصرهم اطعمهم يا رب، اكسهم يا رب، اسقهم يا رب، انصرهم لا تخذلهم يا رب، اكفهم يا رب، ايدهم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.